مشاهدينا بدي احييكم مع بداية هالأسبوع مع السنة الهجرية اللي عاد على جميع اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بالسنة الهجرية، وعلى أمل كل هالسنة هيدي تكون سنة خير وبركة وأمل لكل المواطنين يلي أمضوا ويك أند قلق فينا نقول بعد العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، وفينا نقول دايماً أنه اللبنانيين متكاتفين بوجه العدو، وبالتالي نتمنى أن تكون آخر الاستباحات على أرضنا وعلى كرامتنا وعلى سيادتنا. معلومة. بمعلومتنا لليوم، وزارة الطاقة والمياه أعلنت ببيان صادر عن مكتبها الإعلامي أنه السعر العادل لتعرفة مولدات الكهرباء الخاصة عن شهر آب هو التالي: 389 ليرة لبنانية عن كل كيلووات ساعة، للمشتركين بالعدادات 5 أمبير 15000 ليرة زائد المقطوعية الشهرية، يعني 389 ضرب عن كل كيلووات ساعة قدرة 10 أمبير 23000 ليرة لبنانية زائد المقطوعية الشهرية 389 ضرب عن كل كيلووات ساعة، قدرة 15 أمبير 30000 ليرة لبنانية مع المقطوعية الشهرية 389 مضروبة عن كل كيلووات ساعة، تضاف 5000 ليرة لبنانية على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات كل 5 أمبير إضافة على ال 15 أمبير. هالتعرفة مبنية على أساس سعر وسط لصفيحة المازوت 20 لتر لشهر آب اللي بالغ 17458 ليرة لبنانية بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات إضافة لهامش ربح جيد لأصحابه. هالتسعيرة صدرت على الجدول الحساب المعتمد من قبل وزارة الطاقة وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء، وبالتالي استنادا الى آلية التطبيق المشترك بين الوزارات الداخلية والاقتصاد المعلن عنها واللي حددت مسؤولية وزارة الطاقة في تعميم تسعير المولدات الخاصة استنادا الى اسعار المازوت في نهاية كل شهر، تضاف نسبة 10% على التسعيرة المعتمدة في حال وجود المولد بمنطقة جبلية أو بالبلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة. وبالتالي فينا نقول هيدي هي أسعار المولدات. كما تعلن وزارة الطاقة والمياه أن أرسلت لوزارتي الداخلية والاقتصاد كتب حول تسعيرة شهر آب 2019 للقيام بالمقتضى حسب آلية ضبط المشتركة. متابعة. بداية طبعا متابعتنا في حق الرد من مكتب حاتم ونويري للمحاماة حول اللي صادر عن شركة أباف لبنان بتاريخ 28/8/2019، لما استضفنا بالحل عنا المدعو عبد النور ببرنامجنا اللي أطلق على الهواء سلسلة اتهامات بحق شركة أباف لبنان زاعما بأن هذه الأخيرة قد زورت مسافات بغية ترخيص بئر والتهرب من تطبيق القرار 118 في قضية حول مطلق الاتهامات المذكور مضمونة من أجل النيل من سمعة الشركة والافتراء عليها، كما سجل خلال الحلقة المذكورة مواقف تشكيكية عشوائية على السلطة القضائية غير مقبولة. بضيف الرد وردا على هذه الاتهامات الباطلة، تفيد شركة أباف بأنها فرع لشركة عالمية تأسست في لبنان عام 96 وقد نظمت في مجال خبرتها عشرات الآلاف من التقارير الفنية، كما يتم الاستعانة بها من قبل المؤسسات الدولية في كافة أنحاء العالم من أجل المساعدة على حل النزاعات الناشئة بين أطراف دولية عديدة، ولم يسبق أن تعرضت يوما في ممارستها إلى أي اتهام بشأن أي تقرير منظم منها أو في أي مجال من ممارستها على الإطلاق. وستكتفي الشركة في هذه المرحلة بالتأكيد بأنها ليست طرفاً لمصلحة أي فريق بالنزاع الذي أثاره المدعو الأولى عبد النور بصورة عشوائية، بدليل الحكم الذي صدر بتاريخ 24/4/2018 عن حضرة قاضي المنفرد الجزائي في جزين، حيث أكد المرجع المذكور بعد الاستماع إلى فريق عمل الشركة الموكلة بصفتها الشاهدة بأن التقرير المنظم منها يجب الأخذ بما ورد فيه
كونه جاء مع تقرير منظم مع الخبير سبع الشعيب استنادا إلى أسس علمية وفنية صحيحة، وتبنى بالتالي مضمونه بالكامل، الأمر الذي يثبت عدم صحة الاتهامات المعيبة التي أطلقها المدعون أولى عبد النور، والتي سوف تتخذ الموكلة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه عملا بالقوانين المرعية الإجراء بالوكالة وبتحفظ المحامي أنطوان حاتم. نحن طبعا حق الرد محفوظ طبيعي، نحن بنحترم طبعا كل آراء وما فينا نكون طرف مع حدا، ولكن لما الأستاذ عبد النور اجى على الاستوديو وبين كل الوثائق يلي معه بالصور وغيره عرض هذا الموضوع، نحن نتمنى أنه على القضاء اللبناني إعادة النظر إذا حاسس حاله الأستاذ عبد النور أنه هو مغبون بالموضوع. على شركة أباف يلي اليوم بررت موقفها، طبعا نحن واجباتنا كحق الرد أن نمرق لها ردة. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444، ولكن قبل ما أخذ اتصال بدي أقول بمتابعتنا ليلي سألونا أيمتى رح تندفع المرحلة الثانية من سلسلة تبع الرواتب، بأكد لهم رح تكون مع معاش شهر أب، يعني مفروض اللي قبض شهر أب بالقطاع العام مفروض السلسلة تكون المرحلة الثانية رح يقبضها مع المعاش. بأخذ أول اتصال. ألو بونجور. بونجور، يعطيك العافية. أهلين. بليز بس بدي اقترح شغلي على بدي اجتمعوا اليوم بالأسر بخصوص الاجتماع الاقتصادي. نعم. هي. بدي اقول لهم بليز بعديك مرة طلع فخامته وقال انه خلي الشعب يتحمل معنا. نعم. نحن ما بقى فينا نتحمل. نحن صرنا على الحضيض. بدي اقول له بليز انتوا تحملوا معنا، يا ريت كلكم تتنازلوا عن معاشاتكم وعن مميزاتكم وعن شو لكم بتاخذوا اربع معاشات وخمس معاشات كل واحد، شي وزير شي نائب شي رئيس حكومه شي رئيس جمهوريه، هدول اذا بيتنازلوا عنهم لمده سنه بس ما اكثر، لانه حالتهم كثير بتسمح يعيشوا سنه وسنتين وعشره بدون ما يقبضوا، مش مثلنا نحن قلنا كذا سنه بلا شغل وعم ننطر عم ننطر شحادي لحتى نعيش وناكل، فيتفضلوا هن يلاقوا الحل وحاجه يزيدوا ضرائب علينا. هن بيحكوا انه بده يزيدوا ضرائب والاشياء كلها بتغلى بده قبل ما تنزل الضرائب، يعني احنا كيف بنعيش كيف بنعمل؟ اذا هن مرتاحين بحياتهم يشوفوا هالعالم كيف شو عامله، ما يعملوا خطه اقتصاد، يعملوا يتنازلوا هن بس يعملوا مرسوم يتنازلوا فيه عن معاشاتهم وهو لحاله بسكر الدين وبطعمي هالفقير. بليز حاجه تضحكوا علينا لانه عارفينهم هن شو جبنه وعم يتقاسموها، بليز حاجه تضحكوا علينا وهن عارفين نحن عارفينهم هن حراميين، هن عارفين كثير منيح. بكل الاحوال نحن بنتمنى اليوم الاجتماع يعني مع الكتل المعنيه والمعنيين موضوع الاقتصادي هو يمكن لتكريس شيء او لاخذ موافقه الكتل والمعنيين باجراءات كمان تستكمل قبل صدر لاصلاحات معينه، ومثل ما قلتي الشعب اللبناني ما بقى قادر ابدا يتحمل ولا اي ضريبه اضافيه، وبالتالي اليوم هو على ابواب استحقاقات كمان هي اهم المدارس يلي اليوم احدهم اتصل فيه وقال لي الاوبي 3 تصور يعني صف الاوبي 3 بس قرطاسيه 390 الف ليره، هيدا بعد ما بلشنا. وشو هي القرطاسيه مرات؟ يعني ست قالت لي انه دفعوا سنه الماضي القرطاسيه اللي هي دفاتر معينه، خلصت السنة ردوا لهم نص الدفاتر، قالوا عال نستعملها السنة، طلعت إنه لا مغيرين الدفاتر، هيدا مش مسموح، لا مسموح تغيير الدفاتر ولا مسموح تغيير الكتب إلا بعد ثلاث سنوات، ولا مسموح كمان تغيير كوستيوم المدرسة ولا كوستيوم الرياضة. بعتقد هودي مسلمات بتوفر كتير على الأهل، في ناس ميسورين وقادرين ولكن كتار بهالأيام ما عادوا مقدورين بمقدورهم، لأنه في كتير ناس عم تشتغل ما عم تقبض، في ناس ما بقى عندها شغل صرفت من العمل ومن عارفة شو عم تعمل وصار في كتير عاطلين عن العمل. لازم نتطلع بواقعنا كتير منيح حتى نعرف اليوم أنه إدارات المدارس تقدر كمان تاخد إجراءات تخفف عن كاهل الأهل بطريقة كتير ذكية وبطريقة كمان بتساعد الجميع إن كان المدرسة والأهل كمان. بأخذ اتصال. ألو نقطع الخط. في اتصال آخر، فاصل ومنتبه. من
نتابع الحلقة لنا بالام تي في وباخد اتصال جديد. الو الو تفضل. اي نعم تفضل. اذا بتيجي انا بدي احكي بقصة بطرابلس مشروع محرم. اوكي. مشروع محرم عندنا كل ست شهور بتجي دورية للدرك مثلا او دورية للشرطة البلدية، بتعمل دورية بتشيل على الطريق بتشيل عن الرصيف كذا، بيرجع تاني يوم بالضبط بترجع وما بشي، يعني ولا كأنهم عملوا شيء. يعني البسطات، بسطات على الطريق، بسطات على الرصيف، عرصيف على الطريق، على يعني صدقيني كيف بدك تمشي ما بعرف عرصيف ولا على الطريق، ولا انه بدك تلاقي شيء حدا يحملك لحتى يحطك بمحل تاني. نحن عم بدنا نطالب انه شرطة البلدية او حتى الدرك انه يعملوا دوريات مستمرة، يعني لانه مثل كأنه في اتفاقية او شيء، يا بيروحوا من هون يا يعملوا دوريات مستمرة يا يعملوا زبوطة بكل بساطة، يعني يقطعوا على كل واحد كان مبسط وشيلوا ورجع بسط دفعوا، او بدهم يوجدوا مكان لهؤلاء حتى يسترزوا مش على الرصيف. اكيد اكيد طبعا، يعني 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 هلكون المشروع بالكامل، مش انه والله رصيف واحد مدام. نعم نعم مشروع بالكامل، يعني نحن رجاء انا بنطلب بس انه انتم حضرتكم تهتموا بالموضوع. نحن رح نتواصل مع البلدية لنشوف شو قضيته. اوكي. انه يقوموا بهالعمل ونحن مشاكرين لكم. اهلا وسهلا فيك. باخذ اتصال اخر. الو الو بونجور. بونجور. كيفك ست ربيكة؟ الحمد لله تفضل. المحامي شربل شرفين معك، المستشار القانوني لنقابة المالكين. اهلا استاذ شربل. كيفك ستنا؟ الحمد لله. اول شيء بدي اشكرك على متابعتكم. هلا صار عنا لجان، صار عنا المكاتب، توزعت. هذا الموضوع اللي بدي نوه له وشير له، لانه كثير اجى اتصالات من مالكين ومستاجرين على برنامجكم الكريم بهذا الموضوع. الاسبوع الماضي اصدر معالي وزير العدل قرار بالحق مباشرين وكتاب للجان، وبالتالي اكتملت حلقه عمل اللجان. نعم. والاسبوع الجاي رح تبلش اللجان شغلها وعملها بقصور العدل بعد الدوام الرسمي وفقا لما اقر فيه قرار وزير العدل. نعم. فهلا كل مستاجر بيقدر يروح يقدم طلب لهاللجنه ليشوف اذا بيستفيد او لا. وبالنسبة للحريصين على مالية الدولة دائما بيقولوا الصندوق فاضي الصندوق فاضي، الصندوق أصبح فيه ما مجموعه 200 مليار ليرة، هودي الدولة حطتهم على جنب لتنفقهم على صندوق المستأجرين لحتى تعطيهم مساهمات للمستأجرين. فرجاء من كل المستأجرين اللي عم بيسمعونا يلي بهمه هيدا الموضوع، ونحن بنعرف انه في كثير ناس بهمهم، ويلي مزبوط بيستفيد او بيقول انه هو مستفيد يقدم طلب للجان لحتى نخلص من هيدي القصه. من خمس سنين لهلا بس نقول له لمستأجر تاع طبق القانون وتفعل تفع حق المالك، بيقول لك انا على الصندوق وعلى اللجنه، وما في صندوق وما في لجنه. استاذ شربل، وصار في صندوق. نعم استاذ شربل، شو اهم الشروط يعني حتى يعني بدي استفيد من اتصالك؟ من نعم. يستفيد؟ يستفيد أكيد الاستفادة هي كلية أو جزئية. نعم. يستفيد منها المستأجر يلي مدخوله العائلة، يعني إذا أولاده ومرته بيشتغلوا يحسب هاي المداخيل كلها مع بعضها، بده يكونوا تحت 2250 دولار أمريكي، هيدا بيستفيد. فيلي عنده مداخيل تحت هالحد هيدا في قدم طلب، وفقا بكل محافظه رح يكون في اكثر من لجنه ان شاء الله بحلقه وتعدها. بكره نحن من لانه نحن بلكي من خبرون وين واي ساعه وباي قصور عدل، هيك بيكونوا بيعرفوا وين بدهم يتوجهوا. مزبوط. نحن بالنتيجه اذا بتحبوا رح نبعث لكم بكره وقت اللي بينحطوا برامج اللجان وامتى بدهم يجلسوا اي ساعه، بنبعثها لحتى تفرجوها بال نحن ما عندنا مشي شو بهم الناس وشو بيفيدهم. نحن كل انسان بياخذ حقه، المالك رح ياخذ حقه والمستاجر رح ياخذ حقه. شو رايك استاذ شربل بالطعن يلي مقدم من قبل المستاجرين بالقانون؟ ما في طعن مقدم بالقانون هلا، القانون خلص انطعن فيه كذا مرة. هلأ مقدمين اقتراح عرفنا بالقانون. نعم. اقتراح تعديله. هلأ بيناتنا ست ريبيكا، يعني القانون مش كل يوم بده المشرع يطلع قانون إيجارات، والقانون تعدل مرة بال2017، خلص مش كل سنة بنزل المشرع قانون إيجارات. هلأ هيدا برأينا الاقتراح هو بالنتيجة، نحن بلد ديمقراطي، أي نايب في قدم اقتراح لتعديل القانون، بس مش معناتها أنه هيدا الاقتراح هو اقتراح محق، لأنه صراحة نحن اطلعنا عليه للاقتراح
كله قدم من حقوق المالكين وبده يردونا للصفر، وأسوأ من القانون 160 على 92، يعني القانون اللي كنا عم نعاني منه. هلا في قانون جديد للإيجارات اللي صدر عام 2014 وتعدل عام 2017، وصار له من 28/12/2014 قيد التطبيق. خلينا نطبقه ومنشوف بكره بعدين كل حادث له حديث، بس بده يعرف المستأجر انه بالنتيجة حقه بالسكن المقدس واللي مثل ما بيريدوه، هيدا على الدولة اللبنانية مش على خيو المواطن انه يحمله. بكل الحالات يعني انتظرنا طويلا الصندوق واللجان، بفتكر صار الوقت اليوم انه المستأجرين يستفيدوا من هالحل هيدا يلي بيقدر يساعد كتير. شكرا لك. باخذ اتصال اخر. الو الو بونجور. بونجور، عم بحكيكي من الشوف. مدام ريبيكا، نعم. في عنا مشكلة بمنطقة الشوف، تمتد من صوفر للبروك، نعم، ومن عين دارة كمان للبروك، نعم. نعمل مجارير، حفريات مجارير من فترة يمكن أكثر من 4 سنين، والطريق سيئة جدا جدا جدا. يعني ما بعرف انتم ممكن يعني محفنين، بس بعد لحل. يعني بعد عطوفونون، يعني بعد ما تزفتي. لا مش تفنول، مزفتي بس مرقعة تزفيت ومحل بتوطة وبتعلى، يعني اللي بده يطلع اذا في سياحة بتطلع على منطقة الشوف، اذا بتطلع من منطقة الدنمور لتوصل على بيت الدين، على تكفي على نيحة على الشوف، الطريق ممتازة. بس اذا بتجي من منطقة صوفر من دايرش صوفر بتجي على البارود، طريق جدا سيئة، ريجاريت وحفريات. أوكي. مزفتي، بس مزفتي جدا سيئة. يعني بدنا نشوف مين كان المتعهد اللي كان وزير غازي العريضي أشغال العام. نعم. وزير الأشغال تزفتت ورجعت دغري عملت الحفريات وبعدها مثل ما هي، يعني سيئة. أوكي. جدا الطريق، مش شوي. أوكي، بأخذ اتصال آخر. رح ندخل على تواصل. على فيسبوك الحل عنا كمان، فيكم تتواصلوا معنا، وعلى الإيميل كمان، البريد الإلكتروني. وصل لي من سركيس سركيسيون، بيقول عندي عقار رقم 550 بكفية ضمن مشروع أوتوستراد المتن السريع القسم الثاني، يعني العطشان بتغرين، عقاري مصاب بالتخطيط من أكثر من 15 سنة. الدولة لا تزيل التخطيط ولا تدفع الحق إلى أصحاب العقارات، ما العمل وشكرا. بدي أسألك أستاذ سركيس بهذا الموضوع. مدام مرام صبحة بتقلي ممكن معرفة ما هي نسبة القبض الذي حصل عليها متعاقدو التعليم المهني في 29/8/2019. البعض يقول أنها 90%، في هذه الحالة يكون الأجر التي حصلت عليه أقل مما يجب. ما هي نسبة الضريبة المفروضة التي تم احتسابها؟ بدي أسأل، يعني كلنا بتعرفوا اليوم عطلة رسمية لمناسبة السنة الهجرية، بدأ من بكرة بصير نقدر نعرف شوية ردود على كل هالاتصالات والأسئلة اللي عم تطرحوا علينا. رامي ديراني بيقول عندنا شكوى، نحن مزارعي التبخ، مؤخرا صدر قرار بتوقيف رخص زرع التبخ لمن ليس مقيم في قريته أو لمن هو مقيم وليس مزارع، وهذا إجحاف بحقنا للأسباب التالية. أولا، بعض المزارعين مقيمين بين بيروت والقرية لأسباب عديدة، منها تعليم الأولاد في مدارس ببيروت، منهم مزارعون ولكن مقيمون بالمدينة وبيروت، يعني بين المدينة وبيروت، وبين من يسافر بين الحيل والآخر لزيارة أقاربه أو لأسباب أخرى. بعض أصحاب الرخص مقيم في القرية ولكن لا يزرع شخصيا، بعض النساء لديها رخص وأزواجها تزرع، وبعض الأشخاص قد تعرض لحوادث عمل فشقيقه من يزرع له أرضه ليساعده. إن حصر المزارع برخصة واحدة هو ظلم وتهجير، فإن مجمل مبيع محصول رخصة واحدة هو 3 ملايين ليرة لبنانية، نصف هذه القيمة أي 1.5 مليون هو بدل أتعاب وتكلفة الزرع. كيف بدهم المزارع يعيش للسنة كلها ب1.5 مليون؟ زراعة التبغ هي بديل عن زراعة الممنوعات، من ناشد الرئيس نبيه بري بدعم هذه الزراعة، وخاصة لدى القرى المسيحية، لبقاء أهل هذه القرى فيها ووقف النزوح منها أو الهجرة. منع أي مزارع تعدى سن 65
من امتلاك أي رخصة، وكأن الدولة في لبنان تؤمن له معيشته بعد سن التقاعد. فالمعروف أن اللبناني يعمل لآخر يوم في حياته، حيث أن الدولة لا تؤمن له آخرته. يعني اللي عمره 65 ما عم يعطون رخص بالوقت اللي هني بحاجة بهالوقت يكون عندهم رخص، لأنه كلنا بنعرف لا ضمان شيخوخة ولا من يحزنون. هذه واحدة من مشاكل كثيرة يعاني منها المزارع اللبناني. على الدولة اللبنانية طرح حلول، تقديم مساعدات وتسهيلات للمزارع بدل تقديم العراقيل ودفع للنزوح أو الهجرة أو زراعة الممنوعات. نرجو منكم نقل هذه الصرخة. طبعاً نحن بنتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار وبالتالي أن تتنظم إذا بدنا، لأنه حتى الناس اللي عمره 65 بالفعل إذا ما عندهم معيل أو ما عندهم شيء كيف بدهم يكملوا. كمان وصل لي على البريد الإلكتروني من من جانو فينينوس بيقول لي: اسمحي لي أن أشكرك على كل الدعم الذي تقدميه من خلال البرنامج. تركت لبنان من 12 سنة وما زلت أزور أهلي سنويا خلال فصل الصيف، لكننا قررنا أن هذا هو الصيف الأخير بسبب التلوث غير المقبول من القمامة وخاصة في شمال لبنان، إهدن وصغرتا. يا له من عار، جميع الأطفال مرضى والسياسيون لا يهتمون، وهذا مثير للإشمئزاز حقا. يعني مثل ما نهيت يا أستاذ فينيوس، ليس فقط في صغرتا وإهدن، إنما تقريبا بجبل لبنان بكثير مناطق لبنانية إشمئزاز مثير يعني أكيد. وحقا هيدا عار على اللبنانيين يكونوا عايشين بالقمامة. معك حق. صورة اليوم نشوفها سوا. عم نشوف هالبانو بتقلي مشلين حكيم انه عداد المي بأمن العدالة، انتشرت هاللوحات على الطرقات وناس بتسأل وين المي. طبعا اذا عم بيسوقوا للعداد حتى بيصير المواطن قديش بيصرف قديش بيدفع، ما بيعود فيه يعني كمان يبعزق بالمي، بصير في استهلاك محدد. هلأ الأسايد حبت تساعد الدولة اللبنانية خصوصا مصالح المي بتعميم موضوع العداد، ولكن اليوم كتار صار عندهم عداد مش راضين، كتار بدهم يحطوا لهم عدادات بمناطقهم رافضين. وبالوقت ذاته نحن بهمنا إذا فيها توصل المي بكل بالعدالة ومساواة لكل المواطنين بعداد أو بغير عداد بيكون شيء كتير منيح، لأنه في كتير ناس تحط على طابيت على الخزانات تبعها فايدة هالمي عندها، وناس ما بتشوف نقطة المي. البلدية بتقدر تلعب دور، المؤسسات تلعب دور، ولكن كل مواطن كمان عليه دور يحافظ على كل نقطة مي. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا، بجدد معايدتي لكم جميعا، وبنلتقى بكرة عبر الام تي في. إلى اللقاء.